السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، حلقة جديدة من برنامج أيام الناس. متواجدين وياكم اليوم من منطقة الشورجي اللي من خلالها راح نتعرف عن أيام الناس اللي معظمهم تشبه حياتهم مثل مقولة آه يا جبر من بطن أمك للقبر، والأقلية اللي بيهم من بطن أمه للقصر. فإحنا نتمنى، وهي أمنية مجانية لرب العالمين، نتمنى من رب العالمين أنه الأيام الجاية كل أيام العراقيين وكل حياة العراقيين أشبه بمقولة يا جبر من بطن أمك للقصر. متواصلين وياكم، خليكم. عليكم السلام. الحمد لله. شلون ايامك وياك؟ والله هسه يا قبل. ايامك قبل هسه كيف؟ والله قبل احسن. شنو الاختلاف؟ واي اختلاف. يعني قبل من تروح لك الدائره اكو تقدير، اكو احترام. والله بالله مدير الدائره يحاسب الموظف اذا مقصر بواجبه. زين. هسه ما ماكو واحد محاسبه. كل من يشتغل بكيف؟ هسه بالعراق يعني اجتهادات صارت؟ اي اجتهادات. ليش؟ مو قلت لك ماكو مسؤوليه. مسؤوليه ماكو؟ ماكو مسؤوليه. عد من المسؤوليه؟ قصدك عد الموظف لو عد المسؤول نفسه؟ من المسؤول نزولا. نزول. ليش هذا الشيء يعني جاي نشوفه خصوصا انه بدوائرنا الحكوميه؟ شنو اللي يختلف مثلا؟ اختلف محاسبه ماكو، القانون قوي ماكو. لو اكو قانون قوي. محاسبه ماكو، امنت بالله. يعني ضميرها ماكو؟ والله شبه انعدم. بالعراق؟ اي والله. ما عدا الا تلقي نادرا. ماكو بعض الموظفين ينصحك يقول لك هذا الطريق او يوجهك تكمل معاملتك في حاجه من طرف هشمه. ماكو غير الميز في سبيل دفعك. حدك انهم مضوجينك شارعين قلبك الموظفين، ايش عندك معاملات او شنو الموضوع؟ خلي والله نبتلك. والله الحجيه طلعت تقاعد. زوجتك الله يخليك. اي زوجتي. انا صار لي شهرين اراجع الاداره العامه. على هي تقاعد؟ هي طلعت تقاعد. مال هيئة التقاعد جاي تراجع؟ لا لا لا، بالإدارة العامة مال المصرف الرشيد. تمام. زين، شنو اللي جاي يصير وياك؟ والله روح تعال أسبوع، روح وتعال أسبوع، الموظف مجازة، الموظف ما موجود. واحد يشغلك على الثاني. يعني معاملة طبيعية. معاملة طبيعية. معاملة طبيعية. ليش هاي التعقيدات دائما تصير وياك؟ أرسى للإدارة هي ليش؟ ليش صارها معاملتك؟ يعني انا على مود كتاب صار لي شهرين واروح وارجع. كتاب؟ كتاب بس توقيع؟ اي والله بالله على براءة ذمة. اي صار لي شهرين. ليش انا كل اسبوع هنا. ايش يقولوا لك؟ الموظف ما بداوم؟ واحد الموظف مجازي، الموظف مجازي ما موجود، واحد يذبك على الثاني، واحد يحاولك على الحلة. هاي الحلة؟ اي لا انا من الديوانية بس احنا نسموها الإدارة العامة مال الفرات الأوسط بالحلة. أربع محافظات الحلة مسؤول عنها. ارتباطهم بالإدارة العامة. من الديوانية. من الديوانية والله بالأربعة الصبح طالع. والله بالأربعة الصبح. والله على مدار شهر. أي والله. شهرين صار لي. أي والله. تروح وترجع. أي بالله. ماكو شغل بالله الكريم يعني، هم واحد عنده ضمير شوية. هاي الناس شنو ذنبها جاي محافظات؟ شوف شو يسوي يا ابن عمي. هاي من الله كاتبها علي. والله أنا أشد المسؤولين اللي هم بكل الدوائر، أنا أكون مسؤول بقد المسؤولية وأني أدي اللي علي باعتباره كمسؤول دائرة ويراقب موظفين التقصير منين. أنا هاي اللي أنا أشد. هذا اللي أنا. شكرا جزيلا. مع الجزيلا. أشكركم. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي إحنا نتمنى أنه من الموظفين من الناس المسؤولين شوي واحد يكون عنده ضمير يحس بالمسؤولية. هاي الناس شنو ذنبها اللي تجي من الديوانيه ومن باقي المحافظات وعلى مدار شهرين من اجل توقيع؟ التوقيع صار شهرين، والله العظيم جريمه. زين انتم ما تداومون تستلمون رواتب ويوميه جايه من الصبح، هي على اي استناد غير كمل واجباتك؟ هسه بضمير الا بمسؤوليه واحد يحاسبك؟ اما ترهم يعني كبار انتم النوب يعني حتى مو صغار واحد يحكيك. كلكم عندكم مسؤوليات وعندكم ابناء وبيكم الجد وبيكم الاب، هم حسوا بهاي الناس يومية جايين من الديوانية ومن الحلة وفاريهم من مكان لمكان. متواصلين وياكم مشاهدينا، خليكم.
الله يسعدك عيون الله يعزك والله بخير الحمد لله. طبعا انا اشوف الجرايد الحين للقراءة يعني بدي يوميا اشتريهن رغم انه هاي الحداثة طغت مواقع الالكترونية والانترنت. بداية خلي ابدي وياك مش وقت تبيع جرايد من التسعينات يا سلام والله ما عوض بيا سنة من التسعينات لي هسه على اي جرايد جات البابل والبحث الرياضي والقادسية والثورة والجمهورية والزورة ونبض الشباب كل الصحف اي الناس كانت تجي تشتري ما لحق كان عدى يخربط بالحكي تظن ال 12 ساعة ب 12 كل سيعيدون اللقاء ونو بيطبعوها ونو بيرجعوها وننتظر ونصلي ونكمل يلا جرايد توصل هاي الفجر لا لا 12 الظهر اي لا ومن تستلموهن الفجر نستلمهن مرات الفجر مرات الصبح اي اظل 3 الى 4 اي بزم الصدامه تضراني للمغرب شويه حركه بشارع الرشيد في الوقت الحالي الجرايد شنو موقفهم الصحف والله نص ونص اكو اكو فت قله 500 كل على 500 اي كله على 500 اي وحده اي كيف جاي تشتريها والله مو اكو واحده ناخذها بربع واحده 350 واحده 200 واحده 100 دينار وين بيع اعيون هم اكو ناس يعني من عشاق فد صحيفة معينة ويترددون يوميا ياخذون المشرق اي اي والزمان عندك متابعين اي يومية 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 اعداد منو تمشي من المشرق والصباح والزمان والبينة الجديد هسه ايش كم جريدة بالوقت الحالي جاي والله تقريبا 21 جريدة موجودات يومية طبعا اي اللي بشكل يومي يومي 21 جريدة يومية حياتنا الحقيقة وكادر الحقيقة. إيه. عندك الزورة مال مؤيد اللامي. نعم. بين الجديد مال ستار جبار الله يرحمه. إيه. طريق الشعب النهار الدراجي. يا جرايد توقفت بالوقت هذا. هسه. الفترة إيه. يعني أغلب أغلب المؤسسات الصحفية اللي. هسه شوي المدى. تأخي. تأخي اللغط. شوي صارت أحداث واللغط. والمدى. والمدرة. المدى المدى بالاسبوع مرتين ثلاثة تطلع مو يوم اي هم شوية هم قل اي قل اي برأيك مشان المستشار مال جلال طلباني نعم اي برأيك القارئ يستمتع بالنت اكثر لو بالجريدة لا طبعا بالجريدة واي فرق مثلا اكو شلون الادمان بالجريدة لازم يوم يتابع الجريدة شلون الجقارة بس تدري اكو معلومة هسه يعني مو معلومة الكل يعرفها اسف يعني هذا يعني الجرايد جاي تنزل الساعة بثلاثة بالليل على الانترنت عادي ولا نزل الساعة يعني بثلاثة بدل ما تيجي هنا وتتعنى وتشتري والله تتعنى هسه انا ذاك اليوم بس زين زين ذول اللي يجون كبار بالعمر يتعنون؟ اي كبار كبار بالعمر اي فقط شباب ماك لا لا ابد ابد ذاك اليوم قبل 10 ايام واحد راد 41 جريدة باليمن مع نفس اليوم حاطيني بسعبين جام لا لا يشتري يوميا يوميا اي اخذنا كم جريدة الموجودات وتعلنا البام عظم كمل اي رجال كبير جاك لو انت لا لا هو جاني لهنا اما بغدا وكمل وعبر عليه حتى اي طب صحف هذا قديم والله بعد صحفي هذا ما اعرف اي هذا شنو خلفته شهداء جيش العراق هذا مؤلف المجله هاي مال جريدة المشرق مجلة عندهم؟ اي مجلة شهرية شهرية هاي؟ اي بشكل شهري اي شهري ملاعب توقفت ملاعب توقفت اي للاتحاد بعد غير الملاعب شنو اللي توقف غير الملاعب والتاخي عندك نبض الشباب اللغات والبطل البطله من اللغات اي اكو جرايد اللغات اكو جرايد موجوده لها دعم اعلانات دعم احزاب زين شنو اللي جاي يوقف الجرايد برايك بس دعم يعني احنا اليوم نقدر نقول انه النت اثر حتى على الجرايد بحيث ما لو الدعم لا لا النت اثر اي يعني فقط النت اثر اي اي انت باليوم ايش قد تبيع؟ والله ابيع لي 80 90 جريده بقي مركز ياخذ من يمي ايام يوم بن اي ياخذ موعدهم اعلانات وسيد المحافظ سيد المحافظ هم يقرا يوميا لازم مدراء العام اول ما سالت عليك قالوا بالبنك اي 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 وديهم جرايد اي وديهم 50 جريده اليوم
مكتب الاعلامي فوق. اي الباب الرسمي يردون فيه. اي متابع كل اي اي محمد تعد مناشده. اي وزير الرعاية. اي نعم جد قدمنا وجد ردنا نتصل وماكو قدمنا اربع مرات واحنا بيع صحف بالبورصه من الاربعه الصبح للثلاثه للاربعه العصر بس شويه جرايد خفت. اي راعي اجتماعي على الاقل يعني انتم بنيت عمركم وتبيعون الجرايد. ايوه اي ليش ما ناشدتوا نقيب الصحفيين استاذ مؤيد الدولي؟ بحالنا انتم المفروض على نقابة الصحفيين. مو بحالنا انتم اليوم يعني هو جاينا البورصه جاينا البورصه سائل علينا بالحظر ما مر علينا بالحظر نعطي للسيطره نعطيهم شكرات جايات على مود يعبر والله تردون راتب تردون تقاعد من حقكم هذا الشيء. من التسعين ولي هز كم واحد انتم؟ احنا تقريبا 30 واحد بغداد بس؟ اي كل اللي يبيعون جرايد 30 واحد؟ اي بالشايه وبعد لا انا احكيك بغداد بس بغداد كم واحد يبيع جرايد؟ 30 30 شخص عادي. اي عادي زايد ولا اي من غير المحافظه المحافظات زيد محافظه والله توصل لهم بسيارات الصحف يومي الساعه 2:30 ان شاء الله راح معك. هو كلام مهم جدا من الاخ محمد. هم على اعتبار من التسعينات وبيوم الثمانينات يبيعون جرايد ولغايه الان هم يبيعون جرايد لكن مهملين لا حقوق لا تقاعد لا رعايه وعتب كبير والله العظيم على المؤسسات سواء هيئه الاعلام والاتصالات سواء السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين لان ذولي بالتالي هم الحلقه المهمه يعني الصحف ايش قد ما راد يكتب الصحف ايش قد ما ارادت تطبع ما توصل كلمتهم ولا توصل اخبار لولا بائعي الصحف. فنتمنى انه يكون لهم انتماء بنقابه الصحفيين او على الاقل اعتبار انه جهود السيد نقيب الصحفيين وايصال صوتهم للرعايه الاجتماعيه واحنا بالتالي هم باعتبار كبرنامج ايام الناس وقناه الايام هاي المناشده يعني عارضينها وعلى الرعايه الاجتماعيه انه تطوع لهم بنظر الاعتبار. طبعا من الجميل انه اليوم نشوف بعض الجرايد ما زالت مستمره باصدارها اليومي وبشكل مستمر على اعتبار انه بالوقت الحالي بعض الصحف تعاني من الدعم سيما انه موضوع النت اثر وبشكل كبير على الجرايد واصدارها. فمن المفرح انه نشوف اكو ناس بعتهم لغايه الان يقتلون الجرايد يتعنون على صحيفه معينه متابعين جيدين حارصين عليها رغم انه هي اساس الصحافه والاعلام هي الجرايد. متواصلين وياكم خليكم يا هلا وكل الهلا بوسا. شلونك بوسا؟ والله نحمد الله بخير. شلون اخبارك؟ والله ماشي والله شو نسوي هذا ويا الوقت في الوقت وقتها ما اقدر يعني احكي لك لانه قصه طويله مال هذا الوقت. طيب والله شوف عمي سابقا كان واحد بالعائله يشتغل لو 10 نفرات معيشهم هسه العائله بكاملها تشتغل كل شيء ما تلحق عمي المواد الغذائيه كلها صادر زين واحنا كشعب عراقي اذا مو دهن ما نقدر ناكل زين هسه صار هذا الاكل بالزيت وبالهاي زين شلون؟ لا وانت اليوم هواي اشياء طلعت لك ما كانت قبل أي ما مثلا كانت على سبيل المثال نت رصيد كهرباء رحم الله والديك المولد هاي كلها التمت زين بعد شو عندك؟ المدارس الاهليه الجامعات الدنيا كلها تريد منك اي والله ما حد يطيق ماكو حد يشفع لك يطيق انت وقوتك وانت وعضلاتك اساني هذا عمري 66 سنة مواليد 57 رحم الله والديك خدمنا عسكرية 18 سنة مكلفية واحتياطي طلعنا واحدنا طلع عمره 35 40 سنة شي لحق بعد ما لحق عمي الله رزقني بخمس ولد زين هذول دائما اسمعهم نوبات يبسبسون بيناتهم شوف ابويا ما قدر يكون له فد قطعة قاع فد بيت هاك احنا متهجولين بايجارات والايجار يكسر الظهر زين هو عمره 25 24 30 زين هذا متزوج
يراد الأطفال أكل، الإيجار، المولد، على قولتك الموبايل يراد له رصيد، وعلى هالآي شي لحق. صعبة صعبة اليوم، صعبة الحياة يعني، مو هينة، مستحيل. زين المعيشة صارت حيل صعبة. زين تجي تقلب السوق كله هاك باوع، شوف الشارع كله فارغ، ولا شوف ولا شورت ولا وقفت الأعمال كلها، لا صناعة ظلت. هذا شارع الرشيد، هاي أربع فروع، والله ليل ونهار كانوا ما يلحقون، تكرم أهل الأحذية. زين شفتين ثلاثة يشتغلون، هسه المعامل كلها عزلت، وحتى المكاين جيمت راحت انتهت، قاموا يبيعوها والله هيك سكراب، قاموا يبيعوه سكراب والله. غش هذا الموجود. أنا والدي كان عنده صاحب معمل مال فافون، اسم المعمل معمل الخليج، يعرفون تجار الشورت وهاي. هسه من ذاك الوقت، من بعد السقوط بفترة، قعدنا هسه أني أشتغل، أجي بالساعة بالستة ونص الصبح، وأظل للساعة بالستة العصر على مود 25,000 دينار قسما بذات الله، باوع كراوي رادي 3000، هنا ريوقي أقل شيء ريوقي رادك ب2000-2500 ويا شاياتك. زين تصرف لك 7000 هنا ويا الكراوي، وسوق تعبان. زين يبقى لي 17,000-18,000 دينار عود أروح بيها للبيت، وأني قاعد إيجار، إيجاري 400. زين أنا وزوجتي وعندي ولد اثنين بالبيت وياي، الثلاثة البقية ذولاك الثلاثة كل من متزوج وعنده بيت كلهم قاعدين إيجارات. أي والله يعني هم خمستهم إذا على 300، هاي أقل، ما ماكو ب 300، خمستهم إذا على 300 هاي 1.5 مليون بس إيجار، إيجار. زين والكهرباء لا طوق قطعة أرض، عمي لا انطوق شقة، لا وزعوا وحدات سكنية. عمي هاي الحكومات اللي جاية واحدة ورا اللوخ، هي حكومات جاية لتخريب البلد، ما جايين لفائدة الفقير، ما جايين للشعب. مدارس ماكو، مستشفيات تروح تقص لك باص ب 500 وهو قاعد ورا الميز، ايش فيك يا ابو بطني توجعني؟ كتب لك علاج، روح من برا اشتري. تروح للصيدليات العلاج، شوف من صيدلية صيدلية اكو فرق. تجي على ابو صيدلية يعطيك الراشية، حتى لو متجاور حايد على حايد. فشوف هذا العلاج يجي تاخذه من عنده يقول لك ب 85-90,000. تروح لغير صيدليه نفس الشركه مال الادويه ونفس الهاي تلقيها اقل شويه، يجوز بيهم رحمه، يعطيك اياها ب 60 ب 50. الحل تبقى المعاناه. عمي الحل الرئيسي، هذول اجوا من ورا الدبابات بهاي التراب، اجوا عطشانين، اجوا لقوا بوري يذب ورق، نهرين شربوا النهرين يبس حتى النهر. حكي جرى حكي، هسه من اجوا لقوا لهم بوري يذب الدولارات، يسده ما يسده للبوري، يريد بعد يوسعه وحمايات. هم جوا عطشانين وجوعانين، اول ما شربوا دجله والفرات. اي هذول اجوا لاجل الخراب. عم هسه انت اليوم بهذا العمر 66 سنه مو نعم، الله يعطيك طولة العمر، رحم الله. لا تقاعد، تقاعد ماكو، قدمت للرعايه ماكو، خلي خدمك. قدمت طلب الى مال هذا اللي صدر من الكاظمي مال دارنا، همين رحت قدمت معامله كلفتني بال 20,000. زين ودزولي مال داري، مال داري اي حياه الداري. زين وهمين كل شيء ماكو هالمبادره، هم العزيز اروح للرعايه هم سجلوا وهاي وروح وتعالوا، هم ماكو. زين المن اصدق، انا اعرف جماعه والله العظيم عندهم محلات وعندهم امكانيه، وطالع له مال رعايه ياخذ له مال 300-250. قاعد هنا من الصبح بهذا العمر لا رعايه، هذا صاحبي باعه، هاي رجليه مكسوره وتعوقت هنا بالحماله. زين وقاعد يشوفون، ما يشوفون، شوف هسه الشورجه، شوف قبل انا ادري بالشورجه وبشارع الرشيد كان الزعيم يفتر حتى منه، شوف الناس شعتهم لا حمايه، هو الدليل اليوم حتى تمثال منصوب له. زين هسه مثلا دول اللي يقودون الدفه مال الحكم، على الاقل سووا لكم انجاز يذكر، باشر عقبه الناس تذكركم بخير، نسبوا لكم تمثال. عمي دول ما يعرفون، ما يعرفون لا اخره ولا ابد، اهم شيء دنياهم، يكفي عائلته، يكفي الحواشي مالته، ويبقى هذا الشعب التعبان الفقير اللي شابع ضيم هاي السنين من انولد. هذا شلون المثل يقول، واحد
راح يزور مقبره لقى بالمقبره كل هذا عمره 10 سنوات هاي. قالوا له سالهم قال ليش هذول بس اطفال؟ قال لا عمي هذول كلهم اللي عاشوا الفتره اللي مرتاح فيها وهاي يسجلوها بس هاي السنين من عمره. هو اسمه جبر. قال ايه ولك يا جبر من بطن امك للقبر. زين احنا هم هيك هذا ينطبق علينا. خل خدمك ولا هو قاطعك ولا كلامك. عبد الحسين العزي يقول الله يرحمه على السفر يجيبني يقول قالوا سافر يا سفر يعني ايش يقول قسموا عمر قسموه ما طلع بين شهر جيب الايام العشتين قسموه ما طلع بين شهر هو عمره ايش قيت هم 50 سنة. زين احنا شلون هسه اذا عمرك طويل ان شاء الله اذا ردنا ندفنك بهاي المقبره ايش قد نسجل عمي شو تسجل كم سنه مو قلت لك من بطن امي للقبر شفت لا عمرك طويل ان شاء الله لا مو واحد شو الواقع 18 سنه انا خدمه الزاميه واحتياط لبست في 76 18 1 76 سرحت زين بال 91 يلا سرحنا احسبها من 76 لل 91 15 سنه وما عدا تعال والحزب البعث يركض وراك وتتختل بالبيوت على متقاطع جيش شعبي عمام خلصنا قلنا يا الله بلكيت بيهم رجول يجونا اشو طلعوا انقص يوميه هنا جاي تجي الصبح والله اجي الساعه بالستة شغلك ستة شنو انت انا جاي ترتب شغل الحمالين والله عمي انا هنا ولد يجون يحملون باوع هسه اشوف الجماعه انا اقف هنا عيني على هاي واساعدهم اصفط وياهم تجي سيارتهم احمل هم اساعدهم وياهم زين هاي تعبان هالكان شمس حار مطر ضيم وعلى هالعيشه هاي 25 قسما بذات الله وعندي ولدي ولدي دا يشتغلون حماميل بالرصافي يجي يوم والله مكيف جايب له 12,000 هو وزوجته ويجار وهاي والله والنوبه هي الشكوى لله عمي شكوى مو للبشر بعد ما اريد افتح المواجهه زين انت مبين موجر والله مواجر فدنوب ان شاء الله مقوله جبر تختلف اي مو من بطن امه للقبر مو هي ان شاء الله من بطن امه للقصر اي والله بلكت الله بلكت بلكت يعني يحسون شويه نفسهم هسه مثل ذاك يقول ياكل ويا العميان هم ينصب عمي هسه تاخذون بالعافيه عليكم بس هم عندكم على الشعب على التعبانين احنا عميان والله اي ما لا شو تسوي عمي وهذا انا جبر احنا جبر اي عافية اي والله ان شاء الله خاطرك ينجبر اشكرك نعم مشاهدينا هو الحديث اللي حجاه عمي هنا انه ها يا جبر من بطن امك للقبر احنا هاي يكون ريتها من بطن امك للقصر بس والله العظيم قسما بذات الله هاي الحكومات اللي متعاقبه اللي توالت على هذا البلد من ما بعد السقوط لحد الان قيد شعره ما خدمت المواطن وراح اقول لكم شلون يعني هنا الحجي عمره 66 سنه لا تقاعد لا رعايه اجتماعيه وحمال يشتغل هنا وبالإيجار وعنده ولد وهو ولده الله يخليهم ما عندهم وطن وهم 7 ولد يعني هسه هذا الحج من يروح خارج البلد سلون انت عراقي يقولهم عراقي زي انت شلون عراقي وما عندك بيت لا رعاية اجتماعية لا تعيينات لا وحدات سكنية ما قدمتوا شيء يعني هاي النهرين وشربتوهن والفلوس واخذتوهن والصحة هم اخذتوها ما خليتوا شيء المواطن هاي الناس عايشة هيش والله على القلة على قولت بالقلة ايش عايشين وبالقدرة وهم زين رب العالمين موجود ولو عليكم مو الهوى تاخذوا حتى شعارنا تاخذوا تواصلين وياكم مشاهدينا وان شاء الله جبر يطلع من بطن امه للقصر وهي امنية احنا ما دافعين فلوس هم ندعي رب العالمين عسى ولعل تتحقق ان شاء الله بالسنوات الجاية وهي ما تصير بس ما خسرانين شيء تواصلوني وياكم خليكم معنا. ابو عبد الله الله يساعدك. الله يساعدك. رغم وضعتك تدمض. اي ضعيف. مو صحيح بس وجهك منور. انت من انوره. رحم الله والديك. شلون اخبارك؟ والله الحمد لله. هاي المكاين لك؟ تبيع بهن غير؟ اي تبيع بهن. زين سولف لي اللي صار بالفتره الاخيره بالسوق هذا انه تاثير الدولار، ارتفاع سعره. بالضبط. التحديات السياسيه اللي جاي نعيشها. هاي شلون اثرت على السوق؟ اثرت هاي صار السوق ضعيف. حركته ضعيفه. الشغل ضعيف مو مثل قبل، قبل لا كان حركه قويه، شغل حركه. هسه الوضعيه تعبانه كلش، حركه كلي ضعيفه بالنسبه للحال
الوقت الحالي هذا. زين انت هسه شغلكم يعتمد على المحلات وعلى المعامل، صح لا مو صح؟ معامل ماكو، عزلت كل المعامل هاي كلها اللي بالبيوت هسه يشترون بالبيوت. يبيعون للبيوت؟ اي للبيوت. المحلات الخياطين؟ اي تقريبا ذولا مال تقريم ما تقريم هذه إيه هذه تفصال ما تفصال بعدهم موجودين الشاديش موجودين بس إيه معامل لا المعامل كلها غلقت لان كهرباء تعرف والمكان مو مثل الكفاءة القديمه صار فيها اختلاف اي طبعا هاي كفاءتها قليله ذيك كفاءتها كانت ممتازه 100% احنا اللي نعرفه كان البرذر البرذرز اي مال مؤسسه ارقى ماكين هذا بس البرذر هسه البرذر كله تقليد صار رذر رذر برتر صار برتر مكتوب عليه برتر هسه اذا تقرا مو برذر برتر كله تقليد اي اي اسال بالجديد سيطره نوعيه ما تفضل سيطره نوعيه ماكو تحمل منتج تجي منك اكو مكان شركات اصليه جاي يقلدوها زين ماكو هنا افتهمت محاسبه على التقليد لو اكو محاسبه على التقليد كان لا الوضعيه اختلفت غير شكل يعني يحتاج لنا سيطره نوعيه اكيد لازم سيطره نوعيه لازم كل بضاعه تجي تدخل سيطره نوعيه اليوم التاجر اليوم من يروح يشتري هاي المكاين رخيص والمفروض يجيب لا. الموجود بالسوق اللي عليه طلب لا الموجود بالسوق الناس افتهمت الناس ما بتعرف يغشوها اليوم التاجر من يجيب السكيد مثلا ابو عبد الله من جاي يجيب هاي المكاين لان عليها طلب بالسوق فاليوم التاجر من يروح ما يعرف البضاعه تمشي لعنده من الطرف المقابل يريد رخيص يريد رخيص من تجي افتهمت الماكينه شركه افتهمت تكون قويه ومتينه ورصينه بس الجماعه هنا يبيعها مثل ما يبيع هذا يقول هاي اصليه هي مو اصليه تمام شوف ابو عبد الله ابو عبد الله الناس اليوم الجاي تشتري منه من يمد والله تاخذ السوقيه السلوك والله الناس تدور تدور اكثر شيء على الرخيص على الرخيص اي على الرخيص تدور يعني شيء بسيط رخيص تاخذه اما شيء جيد ما تاخذه قليل الا ابو مصلحه قد الفرق يطلع فرق فوق غالي فرق يعني بالمئة الف بالمئة الف هي الفرق بالمئة الف او اكثر من مئة الف او يوصل للورقه زين انتم اليوم كاهل سوق الماشي عندكم الاصلي الاصلي ما ماشي الدم هذا ياثر عليه والله الاصلي ما ماشي يمشي مقلد يعني اليوم التاجر اذا جاب لك سلعه زينه وغاليه تمشي عندك عليها طلب شيء ضعيف مشيها ضعيف مو ما راح تشتريها مو اكو جماعه يشتروها بالسوق يشتروها بدون يبيعون يعني مو كان ما يربح بالماكينه 10 دولارات 20 دولارات هاي يربح بها كذا مبلغ يعني اكثر للسوق ما يقلد اي اي ارباحها مضاعف ثم اكو غش عندنا مات بالسوق عندنا غش يغشون طرف المقابل شلون نوعيه الغش اللي جاي يصير؟ نوعية الغش اللي جاي يصير يعني يقول لك انا هي اصليه هي مو اصليه بس تختلف بالحروف بالحروف تمام تختلف الاصليه عن المو اصليه بالحروف تختلف يقدم بالحرف ويأخر بالحرف هنا بالعراق؟ اي عندنا هنا اي لا بالصين بالصين يعني بس هو تجينا هو حسب على طلبه هو على طلب التاجر اي هيك واصلين مرحله بالغش فن؟ مرحله اي بس الله يدري دي. بس ماكو سيطره لو اكو سيطره نوعيه كان ما صار هذا هذا الغش وانتم اهل المهنه يمشي عليكم لو ما يعبر عليكم احنا ما يعبر علينا بس على المشتري يعبر اي احنا ما يعبر علينا ننكشفه بس العين ننكشفه نعرفه مثلا هاي الماكينه هذه جاك هذه هاي جاك شوف الحروف مالتها جي اي سي كي هاي الاصليه سووا قلدوا جي اي جي خلاها جي تعميد وكي ما سي اي بعدين اي اي سي اي ف المشتري ما يعرف المشتري ما يعرف اي فقير المشتري مقروض يقول له هاي اصليه ياخذها يروح ايش مدري غاليه هذا هو يبيعها بسعر هذا بسعر المقلد يبيعها بسعر الاصلي صار اصلي 100000 اي والله هذا مقروض ايش بده ياخذه يروح هسه اليوم اكو قضيه بالشكل الجديد انه الحداثه يجوز تدرون بها لا اكو باركورد يصير بامكانك تضرب الباركورد يطلع يطلع لك المنتج شنو صناعه من يعرف من يقدر يعني من يدخل على اليوتيوب هاي همين غش همين غش اي غشوه ما تغشوه يغشوه
بس انت لو يعرفون يطلعون يدخلون للشركه الاصليه، يدخلون للشركه الاصليه يبين هذا اصلي وهذا مو اصلي يبين. يوم خلي اتحدث بصريح العباره وياكم، الدولار نزل والتحديات السياسيه والانتاج اللي جاي يدخل، عفوا الاستيراد اللي جاي يدخل للعراق كملابس ما ملابس، هاي اللي بسببها غلقت المعامل اكثرها، اثر هذا الاستيراد؟ طبعا اثر، طبعا اثر، يعني اثر على المنتج وعلى هذا. قبل كانت المعامل هي تحرك، يعني حركه اكو حركه بالسوق، يعني تصليح على بيع على شراء، هسه الحركه كلها ضعيفه، حركه ميته. انا يعني اتذكر، عفوا اي حركه ميته، يعني ما بيها حركه ذيك الحركه القويه مثل قبل، لا هسه حركه كلها ضعيفه ما بيها. اتذكر بديش سنوات قبل السقوط كان عمي خياط، فيجيب الماكينه مالته يا البرذر للبيت، خيط بها جلد، محفظات، جدان، جناط، حتى ملابس. اي فعلا. اليوم هاي ما جاي نشوف الماكينه اللي جاي ياخذها الزبون يا دوب يقرن بها. لانه ما يعني ما اي مو مثل ما بيها متانة، ما عندها اكمال عليها ماكو، فما حد يجيبها. اكمال ما حد يجي، المعامل غرقت، كل المعامل غرقت، الساعه ماكو. بس طلعت شاديش محلات مو معامل، محلات شاديش ما تشاديش. هاي بس الشاديش ولا؟ لقاط يروح يفصل يشتري حاضر 35 40. تشتري لو تتفصل؟ لا والله انا اشتري، اي عشان صدق غير ما كلهم يفصلون، عزلوا عزلوا وبدلوا مهنهم بدلوها. الله يرحم جميل الخياط، يهمنا خياط جميل. هذا جميل كانوا كبار السياسيين يجون يخيطون يمه، كبار الشخصيات، يلقات الستر، القوط، البدلات، عزل اخر شيء، ما قاوم هاي الحداد. معامل اغلبها عزلت ماكو. معامل عزلت، كلها عزلت ماكو، يمنعون الاستيراد. الاستيراد قبل كانوا يمنعوه، تنشط الحركه الوطنيه تنشط. الاستيراد ماكو ما شاء الله هسه. مأثر، كلش مأثر. والحل شنو برأيك؟ الحر يفرضون أولاً لازم يسوي رقابة. ثاني إيه، ثانياً لازم جمرك يأخذون على البضاعة تدخل. سيطرة نوعية. أهم شيء سيطرة نوعية، ما تطلع بضاعة من الجمرك إذا ما تدخل سيطرة نوعية. تعطي إذن سيطرة نوعية تطلع تطلع، إذا ما تطلع سيطرة نوعية ما تطلع. اي طبعا هو هذا اهم شيء، هذه اهم شيء. هذه اليوم مو يفترض منكم كتجار واصحاب مهنه تكون لكم فد رابطه نقابه تطلعون تطالبون بهذا الموضوع؟ هاي سابقا، هاي سابقا كانت تكون نقابه، هسه ماكو نقابه، هسه سابقا اي رابطه مثلا هسه الشورت قبل هي غرفه تجاره بغداد كانت هي. هسه احكي انتم مثلا كتجار سويتم رابطه بدل النقابه؟ هي غرفه تجاره، هي غرفه تجاره، هي سووا رابطه وهذا التزامكوا بها هاي الشغله، هسه ماكو هاي الشغله. هسه اذا اردتوا تسوون هاي الحمله تكلف تعب تنجح ما تنجح؟ ماكو التزام بهذا الشيء، ما حد يلتزم. اذا اكو مسدود وراك حكومه، انا بالنسبه لي راح اكون داعم لكم اذا عندكم ايش خطوه. انا وبرنامج ايام الناس داعم. عندك ضمير، كل ضمير عنده انسان عنده ضمير حي لازم يدعم الشغل هذا، ما يطب بغشري مثل البلد. هذا الموضوع نريد نقضي عليه، نقضي على جذوره، هذا الغش، هذا الاستيراد. اهم شيء هذا، اهم شيء السيطره النوعيه، اضبط السيطره النوعيه كل غش ماكو. هاي الرساله لازم من توصل؟ للحكومه. للحكومه؟ اي. الحكومه ما تدري؟ والله ما ادري، تدري ما تدري الحكومه. قبل كان اكو اقتصاد، اكو شقوة اقتصاديه تفتر، تعرف هذا المغشوش وهذا الزين وهذا، حتى السعر تخليه. قبل حتى السعر تخليه. زين الحكومه، خلي اسالكم او اطرح عليكم في الموضوع. اليوم وزارات، عفوا بعض الوزارات سواء الدفاع او الداخليه، ما كل يوم تعاون بينهم وبين شركه النسيج وغيره. تعرف اليوم ملايين الاف القطع العسكريه من زي من ملابس من بسطات، هي صناعه عراقيه، بس ابو الوزاره ما يشتري منه، يروح يجيب مستورد. زين هي حكومه ما داعمه نفسها عمو، يعني مؤسسه ما داعمه مؤسسه، ما داعمه مؤسسه عفوا، وهن اثنين حكوميات. زين على مستوى الحكومه
زين شلون يبوعون لكم بهذا الموضوع؟ شلون يسوي لكم حل؟ تتوقع انت يصير حل بالفتره المقبله؟ ان شاء الله ان شاء الله نتامل من هاي الحكومه الجديده ان شاء الله تسوي لنا حل وتنظر لهالاشياء هذه تنظر لهم. بالضبط مثل ما تفضل ابو مهند، يعني ان شاء الله تنظر بهاي الحكومه بهال تنظر ناس تنظر بالانتاج الزين يدخل للبلد مو المغشوش، فاهمني؟ غير بالحروف براذر يسوي براتار. خدمتكم. وبالتالي هو موضوع مهم، احنا اليوم اذا اردنا نتحدث عن قضية الاستيراد اللي جاي تدخل المواد اللي جاي تدخل بالعراق، عدم السيطرة، عدم الرقابة، هذا الغش اليوم مو فقط على فئة معينة أو تجارة معينة، سواء في بالسيارات أو بالملابس أو بالمواد الإنشائية والمواد المصنعية، واي غش عندنا على مستوى يعني من الشمال للعراق باستثناء جزء الشمال بعض الأشياء اللي استوردوها أصلية، لكن دور الرقابة نحتاجه على الحكومة المقبلة انه هاي التحديات تخليها بحساباتها، يعني مو فقط اليوم اقعد هاي الماكينة لك وهاي الماكينة لك وديش الزاوية لك وهاي الزاوية لك، لا اليوم هاي الاشياء لازم نشتغل عليها حتى نكون بلد صاحب شخصية، بلد يعني حتى الاشياء اللي تدخل بها تخدم المواطن، يعني مو اجيب لي مثلا توك توك ضر المواطن ومتعب المواطن وحاسبها عليه شنو؟ والله قطع العاب. وهذا الغش جاي يشوفوه على مستوى هسه احنا بغض النظر هاي الفئه اللي اخذناهم انه اصحاب المكاين على اعتبار انهم هم، بس اليوم اذا افتر على كل التجارات الموجوده كل المواد الموجوده بالعراق هذا الغش موجود وعدم السيطره موجود والرقابه هم موجود، فبالتالي هذا من اهم التحديات للحكومه المقبله. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء.